مرحبا، اليوم رح نتعلم كيف نعمل search على image بجوجل. لكي تنبش على صورة فوت على www.google.com، وعشان ببين عندي كلمة images بس اكبس عليها بالsearch bar ببين عندي icon جديدة مثل الكاميرا هي search by image. رح اكبس عليها ببين عندي احتمالين. اول احتمال paste image URL، هون بكتب ال URL تبع الصورة اللي بدي نبش عليها. ال URL هو اللينك بلاقيه بالويب بيج تبع الصورة. مثلا انا عندي هيدي الويب بيج بدي ال URL تبع هالصورة، بعمل رايت كليك عليها وبقول له copy image location. ساعتها بروح على paste image url وبعمل right click paste وبكتب search by image. وهون بنبش لي على الصورة، بيعطيني معلومات عنها وين موجودة هيدي الصورة، بأي pages موجودة، وشو هن similar images تبع الimage لي بيشبه على هيدي الصورة. الطريقة الثانية تنبش بي جوجل ايمج هي كمان ارجع على جوجل واختار ايمجز، بس هالمرة رح اختار upload an image. upload an image بستعملها لما بتكون الصورة موجودة عندي على الكمبيوتر، فبكبس على براوز تنبش عليها. بنبش وين حطتها انا وبقول له open، يعمل لي upload للصورة. كمان اول ما يعمل upload للصورة بيعطيني حجمها وتفاصيل عنها شو موجودة ونوعها مونوكروم، وكمان بفرجيني similar images اللي بيشبهوا هالصورة، وكمان وين موجودة الصورة بالويب سايت.